الرئيس صراحة رأيي الشخصي كمستشار جامعي، أقسم بالله إلا بديت كنحشم نقول أنني مستشار في جامعة طنجة. علاش؟ لأن إذا قلت مستشار خصني أول حاجة نكون كنتمي لواحد الجامعة اللي هي في مستوى عالي جدا، وخصوصا مدينة طنجة، وخصوصا نحن في 2019، وخصوصا عندنا واحد الملك عظيم عظيم جدا عطينا الديمقراطية، نزلها بجميع القواعد ديالها، عطانا الحقوق ديالنا لدرجة أننا بدينا كنزرقوا، زلقنا مواطنين سياسيين جمعويين، زلقنا لواحد الدرجة صافي تلفنا. وشكون السبب؟ ماشي هو الملك، الملك عطانا كل شيء، الله ينصره الله يحفظه الله يخليهنا. السبب هو من يسير شؤوننا على مستوى الحكومة، هو اللي كيتحمل المسؤولية. سيدي الرئيس، وصلنا إلى التفاهة الحقيقية، وخصنا نعترفوا بها أمام الشعب والشعب، ورجعنا تفهم سياسة المال، تفاهة مطلقة العبث. ولهذا لا يشرفني صح حقيقة أن أقول أنني أنتمي إلى التسيير في الجماعة، ولو أن إحنا غير في المعارضة. أقول شي ولاد زروار ديك هذا ما جيتش هنا الرئيس مقلق شي واحد، أنا جيت بدوري كمواطن مغربي، حقي طاني الحق الحمد لله أنه في المعارضة يسر لي الله وجود سنوي، الحمد لله على هذه البركة. سيد الرئيس، اولا باش ما نفوتو شي واحد المناسبه، ما غاتجينا شي مناسبه اخرى، هو نشكر السيد الوالي. هذا السيد صراحه كان رجل دوله، اشو عندك صحابكم ما غادي نقول كلمه في السيد الوالي يمسح له الكابه، كان جار ديالي وعمري ما سلمت عليه، عمري ولا عمري تلاقيتو، كنشهد له شنو دوز معنا في هذه المدينه، الله يكثر نتاعو صراحة. كان رجل سلطة، وكان منتخب، وكان الأب والأسرة كل مواطن طنجاوي، ماشي غير في طنجة، في الجهة كلها. السيد اللي صراحة كنت كنحتفظ بجميع الصور ديالو الإخوان، علاش؟ أصبح الله ديما الصبط حاشاكم عندو عامر بن الغيس، علاش ما نكونوش سياسيين في هذا المستوى هذا؟ علاش؟ أه؟ غنجيو للجماعات، أه؟ ونوسعوا القاعات، شنو نوفروا الراحة ديالنا، ونعتكفوا في المقاطعات والجماعات. السيد الوالي عنده واحد الأجر كيتقاضى شهريا، ولكن اللي أداه في هذه المدينة غطى المواطنين، ردوا البال، هو اللي رد علينا الصاد. السيد الوالي الله يجازيه بخير، الله يحفظه، الله يعاونه، الله يخلي له صحته وبعجاله. الله يرحم والديك الحبيب، ما كنعملو شي سياسة، الله يرحم والديك، راه ما كنعملهاش، أنا ما غنعمل شي سياسة، أنا غنقول غير اللي قال لي الله سخروا لي نقول. الله يرحم والديك الحبيب. إذا أنا اللي ما عجبني شي هو شنو السبب اللي غادي يخلي السيد الرئيس أن هاد اللقاءات رديناها حلبة للصراع. رجع كل لم المعارضة ولم الإخوان اللي كيسيروا، رجع كل واحد كيمشي في الإخوان يوجد شي مداخلة اللي غيجي يقصف بها الطرف الآخر، واش هادشي اللي كيتسناه منا المواطن؟ واش هادشي علاش ترشحنا أخوتي جميع الأحزاب، وخصوصا اللي هو كيقول ماشي حنا اللي كتب الله، هذا حنا اللي كتب الله كنعملو، ولكن اللي كيقول ردوا بال احنا راه عندنا 62000، 62000 رقم لا يهان به. وجيتو السيد الرئيس دخلونا في التفاهات، كان من الواجب عليكم
ردوا البال، حنا غنبقاو نبروكم واخا ما كتقبلوش علينا. الرجل السياسي المحنك سيد رئيس واخا يعطيوا الدق كيما عطاوه كيحني، حني الراس ديالو اش كيهمو؟ العمل. خلي كل واحد يقول لي بغا. العمل ديالي انا كمسؤول داخل المدينه هو اللي غيهضر عليا. المواطن ادخلنا في التفات اخوتي، حشومه عايه الدينا كنتلهاو بالناس. الرئيس اللي كيسير والنهار اللي رشح راسو كان كيجري عرفتي والله ما نعاس حتى اصبح رئيس، كان كيوجد راسو انه الله يرحمكم الوالدين اخوتي، كان كيوجد راسو ما كنعملوا شي سياسه حنا راه خوت كنهضروا مع بعضنا. الله يرضى عليه الله يرحمه وغي خلينا غنهضروا. الله يرحم والديك. السيد الرئيس بغيناه يكون جزء منا، الرئيس اللي كان اللي بغيناه، الرئيس اللي بغيناه كيمثل الحزب ديالو بطبيعة الحال، وبمجرد كيصبح رئيس كيزول ديك السلهام كيصبح الرئيس كل شيء. هذا الرئيس اللي بغيناه، يحترمنا واحترمه نحبه لله. علاش؟ صلاح هاد المدينة كنخدمو شي الأحزاب، عايب تقولو كنعملو سياسة حشومة، عايب عايب جينا هنا ونتبجح ونقول إياه أنا كنعمل سياسة بمال عام، أنا رئيس. السياسة عاملة بالفلوس ديالك، عاملة بالفلوس ديال الحزب، عاملة باللي عطاك الله سبحانه وتعالى بشي كلام شي أفكار. أه مرحبا تعملو بمال عام؟ لا لا، هذا خطأ، خطأ كبير وخطر جسيم. المفروض إذا كان باقي كان عقلوا هذه العهود أخرى كان هذا اللي قال كان سيعاقب وسيتابع وربما كان سيخسر. دخلوا الناشي شي إيديولوجية جديدة، شي أفكار جداد، يرونونا يخرقونا المغاربة. بركة إحنا الحمد لله اللي بقينا بعدا واقفين، ما تخرقوناش الله يجازيكم بخير. إحنا راشو إحنا ما غنسبوكم ما غنعيروكم، إحنا كنعملوا معاكم فقط واحد التوازن اللي عطاه لنا القانون. ثم مكتب مسير أغلبية مطلقة وحنا غير معارضة. ونذكركم سيد الرئيس واحد المسألة مهمة الإخوان سواء، بمجرد سيد الرئيس انتخب المكتب المسير 2015 إخوان الله يكمل عليهم بخير، اللي هو عودة واللي هو رئيس المقاطعة والمكاتب، وانتم شو الأجواء كيفاش داز، وقارنوها السيد الرئيس مع الأجواء اللي دازت في 2009. أنا غير غادي نذكرك بعجالة، المعارضة ما عملناهاش ابتداء من النهار اللي بدينا فيه التصويت على السيد الرئيس والمكتب المسير، ولا عملنا شي معارضة وعملنا شي فوضى ذكرونا فيها. نحن لسنا بالبلطجة، نحن ناس مسؤولين سيد رئيس أمام أنفسنا، مسؤولين أمام أفراد أسرتنا. الرئيس رد البال كنعملوا الحساب، عندك وليداتنا يسوقولنا الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأب ديالي كان كيعمل فوضى في الجامعة. ما نبغيهاش لولدي، ما نبغيهاش للجار ديالي، ما نبغيهاش للمعرفة ديالي، ما نبغيهاش للحزب ديالي، وما نبغيهاش لهاد المواطنين هاد الشرفاء اللي بارين. ذكرك سيد الرئيس واحد المساله ما كنتوش حاضرين فيها، واننا اول شيء ما عملناه الاخوان المعارضه جلسنا واحد الليله باش نهضروا على استراتيجيه الخدمه، وبعجاله كان الاتفاق ديالنا بالمعارضه، كنا احنا وديك الساعه كنا احنا والاخوان ديال الاسر والمعاصر ملي كنا في المعارضه، واتفقنا سيد الرئيس على واحد المساله مهمه ضروري اقول لكم. اتفقنا قطعنا وعد اننا غادي نخليو المكتب المسير يشتغل حبا لهذه المدينه. غادي نذكر وغادي نقول لكم حنا معارضه ناضجه بلا مزايدات. عندك جيبكم الله راجل، انا باقي كنذكر انا ما عندي شي مع المزايدات السياسيه، كنقول ما عندي في قلبي والله اللي عاد. فكرنا في المدينه، قررنا ما غنجيوش ما غنعملوش المعارضه، واتفقنا انه خليكم تخدموا
تدوز واحد المده كافيه ونشوفوكو واش كنتو فعلا في المستوى ديال التسيير، وعاد يمكننا ندخلو حقنا. ولكن شوف شنو هو اللي مهم، هو اننا احترمنا العمل السياسي وشنو فرزوه، والديمقراطيه شنو عطات، عطات مكتب مسير ماشي حيت هو دا الاغلبيه غادي نحاربوه. انا ما نقولكش بحال اللي عملتو، كتذكروا انا كنهضر نتوما كترجعوا للتاريخ. والله الرئيس ولا نعملوا فحالكم، والله ما كتهمنا لا نكونوا لا في هذا المجلس ولا من اللي كيهمنا، هو ان الوطن ديالنا يكون محصن. الا جات على يدكم الله يجيبكم التيسير، فين هو العيب؟ فين غيكون عندنا حنا المشكل؟ الا كانوا السكان الحمد لله المشاكل ديالهم مفكوكه، مدينه مزيانه، ولكن تفهموها شي بالعكس. وفتحتوا فمكم في ناس سيد الرئيس، وجميع احترامي لمواقع التواصل الاجتماعي انها كامله وصفت المعارضه بالهشه الضعيفه البائسه، لان هادو نعوت نعدتهم بنا، نعدتوا هاد النعوت المعارضه اللي على اثرها ولا سببها طبيعه الحال نقلت هاد النعوت من الراي العام. كاين مشكل، حنا شوف الا كان على راحه المواطن اسيدي قولوا اللي بغيتو، ولكن جا الوقت الى لاحظتوا انه النقطه اللي افاضت الكاس ديال الميزانيه لا داعي باش ندخلوا في الحيثيات، ما فقط قلنا لكم رجعوا الصواب اجازكم الخير، ما تقولش الشيطان ها السلطه الى قالتكم هذه ما تعملوهاش، ماشي مصلحة السلطة، ماشي مصلحة شي جهة معينة، مصلحة المدينة. راه السلطة قالتكم أنا ماشي كنخدم مصلحة الحزب ديالكم أو حزب آخر، أنا جيت نردكم شوية للطريق فقط، رديتو من الموضوع هذا ودوزنا للحلبة. والشعب ينتظر، كينتظر شنو غنعملو، شنو غنعطيلو. كيجيبكم الله السيد الرئيس غير كتقولوا عندكم 62000 صافي، ها 62000 كنظن من المدينه المليونيه، كنظن يمكن وصلنا لمليون ناس، شحال 16% 16% السكان، وكونوا غير في المستوى ديال السيد الرئيس، عملوا اغلال في ديالكم في حقكم، شي حاجه ديالك نعمل فيها ديالي كتخصني انا، ندخل للدار ديالي ونعمل اغلال مع ولادي مع راسي يمكن مع المراه. هاد المسائل ديال الشعب، المواطن تضرر، المواطن ها طنجة تكبس فيها تقريبا 2500 مليار، هي ما جاش هي ما جا، لمن جات؟ جات من هاد الشعب، جات باش تخدم المدينه لمصالح المدينه، باش المدينه تكون في مستوى اللي كيليق باش نتحسنوا ونزيدوا القدام. وفي نفس الوقت هو امتحان كان من هاد العقلية اللي نضجت، ها وعطيناها زمام الأمور أنها تسير، شو نشوفوا واش هي بالصح كتهم المصلحة ديال المدينة أو لا هي شبرة أغنان لينا كنخلقوا العدو. قال السلطة كتحاربني، قال الأحزاب المعارضة ضدي، حتى الشعب السيد الرئيس حتى المواطن مستشار من عندكم والله ما فيها مزايدة، خصني نقولها، يقول أن هاد الناس اللي جاو رفعوا اللافتات اتضح أنهم سماسرة العقار، أقسم بالله لا القلب كيبكي، حرام عليكم. الله ياخذ الحق، لا ماشي حتى أنا، عندك تغلط أوليدي، عندك تغلط. سيد الرئيس كنا كننتظروا منكم غير تكملوا ما جاء في المجهودات اللي جات المجالس السابقه، مثلا اللي داز جاوا تكلموا وتمحلوا وتكرفسوا وما غنخبعوش الشمس بالغربال، نقولوا ان الصح كانوا اخطاء، كانوا هفوات، كانوا اخطاء. ولجل الاحزاب غير العداله والتنميه كتعطي كتخلص الثمن ديالك، كانوا اخطاء يعني غلطوا واحد مجموعه الاخوان
ولكن عندك تقولوا لنا انتم شرفاء نارو الشيطان ردوا بال الرئيس، عندك تزكي شي واحد زكي راسك، معاكم ناس عندهم اخطاء وغادي يبين الله ان شاء الله في الوقت المناسب بحال هذوك اللي نعدتوهم. اقسم لكم بالله الا عندكم واحد السيد عندكم بنيمه كذا رد الرشوه 7 مليون 3 مليون ليلو 3 مليون واحد موظف قال له هذه الزكاه وكان تقلد بها، عندك الرئيس عندك تزكي شي واحد، انا مغاربه كنعرفوا بعضنا مزيان، حب المال الشيطان هذا الخصيصات ديالو، حتى واحد ما معصوم الا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نخطئ، خير الخطائين التوابون، توبوا توبوا الرئيس قبل ما يفوت الفوت، اقسم بالله كنتيكم نصيحه اخ لاخ، رجعوا للرشد ديالكم، هادو راه ماشي اعداء ديالكم، التوحيد هنا ما وعدوا معكم بالعكس، الحمد لله كاين واحد مجموعه الاخوان كتنبهكم، وعنا ما يتقال عنا الكثير الرئيس، لو كنتو كتنسقوا معنا اقسم بالله تنديو هاد المدينه نردوها ماشي غير عروسه شي حاجه كثار، ولكن اسلوب الاستعلاء والعجرفه خصال اذا كانت في السياسي فهو كيكون سياسي فاشل. اكتوما تبارك الله ادرا سيد رئيس تبارك الله في شنو هي الاوصاف الحميده للمسلم وكيفاش المسلم انه ينجح، انتوما تبارك الله ماشي زعما كان صراحه عندكم الاهتمام وكان الاختصاص ديالكم في الدراسه ديالكم اكثر من الاخوان، حنا كاملين مصابين وهذيك كتبقى الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحكم فيها، ثم كتعرفوا شكون هو الانسان الصالح من غير الصالح خصوصا في السلوكيات ديالو في الافعال ديالو في كذا، دائما سبحان الله شكون هو الانسان اللي كينجح في الحياه ديالو يا الشخصيه يا المهنيه هو اللي كيتشاور ارضوا بالناس اللي سبقوكم الرئيس ولو ان بديتو لا عندهم تجربه عندهم تجربه رديتو جيتو لهنا وبديتو كتهضرو وخليتو الناس هنا وبدينا كنقولو على العداوة، هاد الناس جاو وردو الدنيا غزالة سبحان الله العظيم، لدرجة أن خيمتنا حنا بنيمة كذا فحال لي زعما كانت منطقة قروية وجيتو رديتوها حضرية، وهو الرئيس كما كان شي هاد المجالس السابقة ما كنتوش تدركو تقطعو غير الطريق من تما لهنا ما تقطعوهاش. لو ما كانش الآثار والمجهودات اللي قاموا بها الناس اللي قبل منكم ما تنكروش هاد 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 المسألة، لأن هذه ما فيهاش المجاهدة، هذا واجب وطني أخلاقي، وأي واحد شاف راسه أنه يكون مستشار ملزم، هادشي اللي قدمته لنا رئيس هذا راه هذه المسائل بسيطة جدا، لا داعي باش تردوا الناس أنهم عرفتي البارح بعدا ظهرت المعارضة كحلة قطرا أعداء الوطن، عيب عليكم صحابكم حنا ما نعرفوش نجاوبكم، أقسم بالله وجاوبناكم تصهروا هو الرئيس شي أعضاء يمينا بالله هنا لبقوا جالسين ولا يجلسوا، ولكن لا لا الوقت إن شاء الله أخليكم الوقت هو اللي إن شاء الله غيبين كل واحد على حقيقته، حتى إلا كان الحق فينا الله ياخذ فينا الحق، كندعيو في راسنا حنا الاول، كنا كننتظروا السيد رئيس اصلاح واحد مجموعه الشوارع اللي هي مهمشه، جات طنجه كبرى مزيان، ولكن طنجه كبرى ما كانتش تستطاع، ماشي جات طنجه كبرى جات الحمد لله رقت المدينه من مستوى الى مستوى اخر، ولكن بقى النقص والخصص في واحد مجموعه المناطق اللي هي مهمشه نشوف لونتوراج ديال طنجة، الرهراه جبيله خندق كور كسبرطة قديم دبوخال، شنو عملتوا في هاد كاين طرقان تما اللي باقي الشانتي بلا تروطوار
الا فلت الطوموبيل باش غيوقع ما نعرف. يعني هادو مسائل كان مفروض عليكم انكم تهتموا بها كمجلس. المشكلة السيد رئيس اللي هو الاختصاص ديالكم، يعني نذكركم بعد مشكل، هو مشكل عويص، وهاد الباعة المتجولون كصبرة مثلا تستحي تقول حنا لأن هادو كانت مطالب ديالكم السيد رئيس، كنا كنتظروا أنكم اللي تجيو أول هاد المشاكل تعالجوها. شارع في كصبرة مشدود، تحل المشكل ردوه عاود زاد عمار، زولو عاود ردوه زاد عمار، لأن ملي جيتو ما كاينش فعلا كتقولوا لنا الحزب الأطر إيه الله يكمل عليكم، ولكن ما كاينش الشيء هذا، ما كاينش، ما نجلسوش نفكروا هذا 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 هذيك المسائل كتعلق بكم. حنا عندنا الحل، ما نعطيوها لكم شي، عندنا ما كنصدوش بينا، عندنا الحل السيد، عندنا حلول ما نقولوهاش، كتستافدوا وما كتقولوش حتى الله يرحم الوالد. جات طنجة كبرى وخدم سنة الواجهة وخدم هذا والطرقان والسعات لي توينال وكذا، باقي لنا مشكل عويص وعويص جدا. قالو مزوق من برا واش خبارك من داخل؟ مدينة قديمة، مدينة قديمة وبزاف الاجتماعات ديالكم أعضاء ما كانوش أعضاء من المقاطعات كانوا كيجتمعوا في المدينة قديمة. شنو نقول لك الرئيس؟ الحالة كتبكي، كارثة، قنبلة موقوتة، هذيك هي الوجهة الأولى أخوتي د واحد السائح غيدخل طنجة كيمشي ليلة. شني قدمتو فيها السيد رئيس؟ عندنا الحلول، والله لا قلناها لكم، أنا ما شكون سمع لك؟ هيدا المشاكل غرقة أكثر من هذا. فين هي ديك اللجنة اللي عندكم ديال اللجنة الاجتماعية الثقافية اللي كتعنى بالهشاشة والفقر وكذا؟ وهذيك الدور الأساسي ديالها، الفقر المدقع في المدينة رجعت قلعة الله يسرد المخدرات، كارثة العظمى، أسر انهارت تما، شباب مشى الله يسر الله يطول بينا. هادي يعني شنو نقولوا حنا طنجاوه، حنا مسؤولين على مدينه طنجه، ما نهتموش بديك الحاله بحال اي، ولكن لا، هذيك اخوتي هي العنوان ديالنا. ملي كندخلوا طنجه السياح كيدوزوا من تما، غير كيدوز اول نظره كيديها على مدينه طنجه، من خلال ما كيعايشوا في ديك المنطقه، وضع كارثي. وهذه ماشي مسؤولية ديالكم سيد رئيس، مسؤولية دمنا مع رضا. عليكم واحد مجموعة مؤخذات، مجموعة مؤخذات وكتعرفوها، ولكن ما كتهمكمش، كتوصلكم، وصلتكم مجموعة الرسائل. هو جبرتو طنجة وقسمتوها ناحية العمل الجمعوي والاهتمام بهذا الشأن، هذا جمعية اللي محسوبة على العدالة والتنمية اللي بغاتو موجود، والجمعيات اللي هي مستقلة ما عندها غرض لا في العدالة ولا في الاتحاد الصوري، ولكن يخدم عمل نبيل، جمعية الإقصاء. تقول لي اللي قلت لي يا سيد رئيس، الناس تعاني وتقاسي، وهذه عاود مسؤولية دما. علاش غنخلقوا هذه المشاكل؟ علاش غادي نخلقوا هذا ديالنا وهذا ماشي ديالنا؟ فين ماشيين؟ فين غنوصلوا؟ فين ماشيين؟ كاملين دبعتنا وكاملين مسلمين الحمد لله، وكاملين مدقدقين مقهورين
شغل زيدو شغل فاي غنوصلو غير فاين غير لجني ما تا ديك الرسالة اللي كتبغو توصلو ما مفهوماش شني واش نخاول نخليوكم بوحدكم السيد رئيس واش هاد الحزب غير وغير يحكم بوحدو يطاب بوحدو كحساب كاملة دازت السيد عمرنا ما وصلنا لهاد الحالة كانت الناس كتجي وكتجيب أفكار وكطرحها وكتدخل القاعة ما كاين لا ديالي لا هذا لا هو مصلحة المدينة وفق الله زيد لا وفقش الله كيخرج بما كيعقل عليه حتى واحد شحال الرؤساء دازت شحال المسيرين شحال نواب الرئيس دازت شكون باقي كيتفكروا إذا كان شي عمل تبارك الله كيبقى كبير وكيبقى في الدين كيأثر في الناس كيخلينا نتحبو عمرو كيتنسى السيد الرئيس كيبقى وكيتذكر ثم الرئيس كان واحد القاع الخلل في المجتمع وزيد توسعته علاش عيب الله عطيونا غير سبب مقنع علاش الرئيس أنا دابا أقسم بالله والله ما عمري عشنا مع الناس في المجالس أنا دابا الأغلبية الأعضاء والله العظيم علاش ما لا سلام بحال الناس لا عينق النفاق فين ماشي فين الله هاي دابا شحال الله 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 عباد الله هيدا نكونوا حنا رجل واحد وعندنا الاعداء هيدا المصيبه وصنت تفكوا غير معاهم ديوار الدول اللي مجاورانا كامله كتحارب فما كامله تدق فما وحنا مشي تستير مصلحه دمن هذه لمن كنخدموا لمن فين ماشي برنامج لمن كنطبقوا هنا شككتونا دخلتوا لنا الشك ما لم عامن حنا فين ماشي بغيتونا والله انا نفسي يسعفوني الاخوه والله الرئيس قسما بالله حسن سلموا لكم هذا المجلس اش كان استفدوا اش كان ديو شني شي ما الله مالك الحب كفاف والعفاف اخوتي هذا العبد ضعيف خدمت وضربت تمارع ومترسقي عاد خوته من السياسه واللي ما كيعرفنيش يسقسي الله مالك الحب كفاف والعفاف والغناء عن الناس إلا جينا أنا سامع اليوم ما احتشي ما سامع في شغلي جيت بحرقة نهضر يا ربي يا ربي كنقول الله أكثر شي جهة يا ربي نفكوا هاد لأن ماشي من الهلاك عندك تحب لك شي واحد هنا غينتصر والو غادي نخرجوا على هاد الأرض وعاد كنعطيو العبرة للجيل اللي ما جيش شمن شمن شنو يعطيناه شنو يعطينا الحقد الحقد على بعضنا مسألة أخرى سيد الرئيس واسمح لي عاودها تقول برا تقول مثلا مزيان حنا جماعة كنهتموا بكيل عبد الله وجبنا ديك البرنامج وقلنا ودي ديك الاتفاقية حقا نحدوا ماذا والعملية هذا ما يولدوش ما كذا مزيان أنا الصراحة الله يعطيكم الصحة قيمة الراب وأنا ماشي زعما كان لا بالعكس شو يكون هادشي هذا الاختصاص ديالنا الجامعة خصنا نبقاو فيه وهاد الوليدات اللي كيقيلوها الرئيس في الزنقة ها أقول لي الرئيس ماشي اختصاص ديالي لا 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 لا, لا. لإنساني وعنده مسؤولية في يده كدوز وأنا متأكد الرئيس في الطريق ديالك ديما كتجبرو هذا اللي خصو التفاتة لأن قنبلة موقوتة كذلك مع الوقت هذاك اللي في الشارع كي لا اللي كيراقبو ولا اللي كيتبعو ولا اش كيعمل ولا اش كيفكر ولا شني بدا كيفكر ولا شكون اللي غادي يوجدو ولا اختصاص ديالكم سيد الرئيس قانون عطاكم جمعية عندكم جمعية الأعمال الاجتماعية تعمل غير ندوات كتعرفوا الرئيس غير تعملوا ديك تجمعوا ديك التبرعات عادي نقولوها كتجمعوا عاود باش كتعملوا سياسة نجمعوا التبرعات نحاربوا الفقر حاربوا لنا هاد الدائرة تديو عليها الأجر السيد الرئيس وتزولوا لنا أننا عندنا التشرد وعندنا الفقر الله الفقر الفقر الرئيس حنا ما كاينش الدار الله يسمح لينا ما كتخرج شي جمي كتدخل فيها باش تنزلها في الباب مزيانين بخير خصنا غنتوعوا خصنا غنتوحدوا خصنا غا يكون القلب ديالنا بيض التسامح تسامحوا واللي غلب فينا الله يجيب له التيسير ما يستمشي على اخر لا انا ما كنعفوش
لا تعطاش فرصة شي واحد الله يدي رد السياسي اللي داجو كاملين شفارة كاملين. الله يا الحبيب، واش ما عندك شي تاريخ داد الناس؟ انا عاد انا نعرف عندك الشجاعة السياسية، شكون غايديها لك؟ ما كاين لا اللي يديك الحبس ولا والو. ها ما تخافش، ها قلنا هذا شفار، اعطينا الدليل والحجة نتبراو منه، والله حتى نتبراو منه. الهضرة سيب يلا، لان شوف لا بغيتي ترد شي واحد كحل وارض اخر قول له هذا شفار. عادي عادي، عايب عليك عايب عليك الحب، وديتي الاثم مع راسك تشبعت ان خليتيها مبهمه، ما قلتيها كمله وعممتي رديتي كلشي شفار. الله ياخذ الحق. انا هيك كنفكركم بعد الحاجز، بس قولوا شي بدي جينا غنتقدوا تلا كنفكروا شنو المهام ديالكم. واخا وملي كنتو كتعطيو الحصيله للرئيس كنتو كتهضروا حنايا دخلنا الفلوس ودخلوا لنا وكذا وكذا وكذا، مزيان الحمد لله داكشي اللي بغينا حنا، داير الوقت وما هادشي اللي جيتو تعملوا، جيتو تحرصوا على المال العمال، ما افتخروش به. لا هذاك المال العام ماشي كيعطيه لنا شي واحد كيعطيه، لا هذاك المال ديال الناس، مال الشعب، الشعب كيعطيك كيخلص الواجب ديالو باش انت تكون مسؤول على ديك المال، تعملو في بلاصتو في محلو. ما نبقاش نهاد، لا ولكن ملي ذكرتي بزاف بزاف ذكرتي الموظفين، يا عن الله يعمر سلعه ومصاري وديك جوج الناس اللي كانوا معاك في المكتب، علاش علاش زعما هذوك كانوا مسؤولين على جوج مرافق مهمه وكانوا واقفين، حيت رجعوا معانا رجعوا هيدا رجعوا كيقول لي قول لهم هذا منكر عطيه. لا ذكرت كلشي، قلت سي عبد بيمورو خدام كذا، لا غتبان على انك تناقض، لا 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 غير قول الناس كتفرز، الناس هنا جالسه معقوله، سي العيدوني قدام وكذا وهذا، لا والو قولوا اللي بغينا. سيد رئيس هضرتو على البنزين على المازوت، مزيان بس قولوشي المازوت كان فيه ترشيد النفقات دبل، ها دورنا عاود غادي ننبهو المواطن باش ما يغلطش. قبل 2015 السيد رئيس كان المازوت خروج وصلاه، الكلام اللي قال صحيح، ايوا دقدق علاش؟ ان كانت الاصلاحات كامله في العاصمه ديال الجماعه، كلشي كان ناقص اصلاحات، التراكس التراكس بعد عمر بعد انا مقاطع عمر موقف اخوان مقاطعة، هما كانوا معايا عمره كل واحد اللي يطلبوا، كل واحد اللي يطلبوك عمر له 100 150 ايوا خرج. هاد البركه اللي ما صبرش يتعجبوا حشوم عليكم، انا كنهضروا نتوما الميدان اذا لا والله انا كنهضروا الكلام، خلي مواطن حنا شو حنا اخوتي من هادكوشي على بعضنا، ما نبقوش خليو حنا الناس اللي بعقلو ما كيميز، ما نستهزئوش بعضنا. ما حنا هذا المازوت هذا اللي قلتو كتخسروه ردوا بر، ذكرتو غير المازوت اللي كتستغلوه نتوما في السيارات ديالكم فقط، شنو بقى لكم؟ يا تبارك الله الاصلاح عندنا كامله الحمد لله مصلوحه مع الدلا، يا سلام صح. دابا الاصلاحات خفيفه، المسائل ما بقاوش العام ما نغلطوش يقولوا الحقيقه، وما ان داكشي اللي جاب الارقام كلها مغلوطه. وللتذكير اخوتي المعارضه الى وصفتونا اننا معارضه كذا ناقصه هذه، يا لا نقول لكم علاش، حنا عندنا على حسب الشهاد ديالنا، حنا المعطيات ما عندناش، منوع الموظف منعو يجلس معانا، منوع كذب عليكم حتى شي واحد. باقي كنستغرب فين غنخرجوا بهاد السياسه، فين غنمشيو؟ ما كانت جستو ما والو، حنا قلنا لكم 3 سنين قلنا لكم الله يجيبكم التيسير، حشومه نجيو نغلطو لكم هاد الحشومه عايب، اجي نقولوا نتوما الله بديتو الله يجيبكم التيسير نعاونوكم، السكاس راه في حكم، علمونا سيادنا الاولى السكوت حسن ما تهضر، نهار اللي تهضر قول شي حاجه، نسكتو وخليكم خلينا كون جينا جبر مشينا بحال اللي مشينا، جينا جبركم بمطاعكم، فين بديتو لقيتو، ما
كتذكروني فحال يلا 2015 شهر الاولاني يلا بدينا ويا 3 سنين ما بقى والو ما بقى عامين. ديك المداخل سيد رئيس الوزراء درتو انكم وصلتوا ل 71 مليار حسب واحد نعطيكم الصحة هيدا خصو يكونوا الناس اللي غايجي موراكم خصو يكون هيدا جي وقلب على المداخل لكن المداخل تكون منطقية سيد الرئيس تكون مدروسة خصني قبل ما نقرر ان كيفاش غنقلب على المداخل خصني نقول هاد المداخل اللي غادي ندخلها واش غتكون عن طواعية او لا غتكون اجبارية اذا كانت اجبارية واش غندور شي جهة معينة واش هذيك المداخل اللي كنت كندخلها عندك غدو عدو قول يا ربي مصرك كنت غيك بقيت على ذيك المداخل عندك قندرس عاد نعمل تعديل في الجبايات هاد المداخل من جراء واحد تعديل جبائي كان وقسما بالله سنتوما كتشهدوا به كتقول شي تقولوه كاملين بيكم عرفتوا انكم غلطتوا شحال من محل شاد السيد الرئيس وبلا ما نهضروا على المحل انا شديت واحد المحل ما قدرتش والله ما قدرت كانوا عندي جوج واحد شد ما قدرتش المصاريف هذا ما صرح الخدامه وهذا انا نقولوا الناس انا هايدا شدوا السيد الرئيس كنا كندخلوا ديك البركه احنا شديناها مزيان ودابا خصنا نفكروا هذوك اللي شادو الله يسر اللي قدر يا ربي شيني غيكون يلا عمركم هدرتوا في هذه النقطه البرامج عندكم فيها غير ديك يلا دوخ حقا نعمل واحد اللجنه ونقول يا ودي شوف الرئيس يجلس مع الناس ديالو قول شوف اخوتي ما خصناش نضروا الشعب انا نعمل واحد اللجنه سريه ونخرجوا نطرقوها في المدينه ونشوفوا الحاله ديال المدينه كيفاش عامله واش الحاله مزيانه كاين اللي مزيان الله يزيدو خا نزيدو عليه ما نضروش كاين اللي شويه المهم شكون حاس بك ما نعرف والو ما كاينش هبط عليه بقرش قال لا باش نوصلوا ل 71 مليار انا نعطيك واحد المقارنه بسيطه شهادة الموضوع كنا نعطيوها 50 درهم دابا أقل ما يمكن بالمتراج 700 درهم فوق 1500 غير في هادي إذا كان المدخول 50 درهم وعملنا له في المقابل ديالو 700 درهم عملوا 1000 درهم تضرب 20 مرة إذا كان مليار بالمدخول خصنا ندخلو 20 مليار هاد الزيادة زدتو في كل شيء بدون استثناء كل شيء إذا كان كذب وقفوني أنا بساعة قولي لا كتكذب إذا ما خصناش كنا نوصلوا ل 71 مليار زيادة اللي زدنا كخصنا نوصلوا واحد 300 مليار أنا زدنا بزاف 50 درهم رجعت 1000 درهم 1000 درهم بالرخصة التجارية أولا 5600 درهم أقل ما يمكن تخلص بالرخصة التجارية 15000 20000 30000 40000 50000 وتينا طالع اذا اخوتي ولا هذا ولا انا ماشي بركه الحساب شي بركه الى حساب هو هذا وغنجي نقول انا دخلت 71 مليار لا اذا المجهود كان ضعيف حاجه وحده قدرنا نعمل هو هلكنا المستثمر خلعنا هربنا واقسم بالله اخوتي والله تنقوله واخا نطلع ليا الحبس وقسما بالله الى يومين الملايير كتهرب على برا اقسم لكم بالله العلي العظيم واش جلس السيد رئيس الدائره حكايه وقعت من السيد في الطريفه حصل ب 21000 اورو عنده الطريقه ديالو عنده الديكلاراسيون ديالها عنده كلشي سقساه السيد قال له واش عندك شي فلوس قال له عندي شحال عندي 21000 اورو جلس مهم تجاره كذا رجع عنده قال له كيفاش جاي عندك فلوس كتقول له قال لي عندي 21000 اورو انا مديكلاريا انا طالع كنجيب الماتريال كذا قال له جلس نقول لك قال له شتي ديك الطوموبيل راه هي
ياه قال له شتي هذيك اللي موراها راه هي ياه قال له هذيك فيها 380 الف الاورو وهي اخرى فيها 380 الف الاورو قال له هذه العمليه كتسم عاديه ارانا فلوس عاديه ما كيهضر معاهم حتى واحد دخل فلوس اراو شاطوا عليكم المغاربه هربتوا الناس اراو حنا عندنا كنفتحوا ارانا الاستثمار المغرب اخوتي من هنا واحد عامين 3 سنين والله ما تجبروا شي مستثمر انا كنقول لكم والله ما غنبقاو غنخاطين هنا كنشوفوا بعضنا انقذوا المغرب اخوتي الا عندكم شي غير عليه اعطيونا الا عندكم شي افكار شي افكار شي افكار عباد الله اللي تخليني نحب بلادي نموت عليا عباد الله استثمروا توجد قنصيه جينا نعيب على البن على 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 التصميم تاعي علاش ما دار شي وحفظ الله ما دار شي شنو كنتو غتخلصوا غير في نزول الملكيه اقسم بالله تتغرقوا الرئيس لا حنا ولا 20 مجلس غيجي قدام باش غنخلصوا حنا ديك الطاقه خضراء هذا مع بلادي الطريق وسعوها عملوا ولاد الدو دار المصيبه في الاراضي تاع عباد الله علاش ما كانتش الحكمه النهار اللي جا باش ندرسوهم جلسوا بعقليه وناخذوا الوقت واستشروا مع اهل العلم واستشروا مع الناس اللي سبقونا وما فيها عايبه عباد الله واخا غلطوا غلطوا غير وكان ما نتحملوش المسؤوليه في واحد القرار دغيا فيت في طق طق هلا صافي لا غنصوتوا يا حنا دابا بلوكينا هاو يلا يا اش غنقولوا لهاد الناس اللي ما هو ولكن واحد كيسحبكم راه كلشي كيستثمر الفلوس أغلبية الناس أخوتي بس عارفوا عندي قالوا غاجة عزوبات ما عارفوا باش مات عندكم تشوفوا تقولوا لا لا كاين اللي هي كابا ودي جيب الله عنده فلوس كاين اللي عنده كريدي كاين اللي جامع مع عند الناس وكيستثمر عنده أفكار كيعطيوها كاين الناس كيتيقوا واحد يعطي 50 واحد 100 واحد كذا والناس كتستثمر ولكن راه صافي اللي حشى شي حاجة شي مطاع بلوكيتو اش الرئيس أنا ديك المرة كتقول حنايا حنا مع تسوية الوضعية وغادي نفتحوا كذا كلشي مع تسوية الوضعية الرئيس علاش 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 ما جيتوش علاش هرسوا علاش كتقولوا لنا حاجة علاش علاش واش حاقدين على هاد الناس حاشا حاشا ومع الله نوصلوا نقول لكم نعتكم بهادشي واش عندكم شي مشكل مع الاستثمار الرئيس هو اقسم بالله كان خصك ما تنعشش يفتح الباب ديالي المستثمر شو داجي ما شو اللي بغى يستثمر مرحبا انا الرئيس انا موجود 8 الصباح 6 العشيه الله 4 العشيه اللي بغى يستثمر في طنجه يجي يقطع مع الصبر اش غتخسر حيت غيعمل فلوس الله يجيب له التيسير يا ربي علاش والله سبحانه وتعالى هو ربي 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 يا عباد الله ربي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كتبت عندك المغلط القرآن ما معاش بلاغه نتملغوا مع بعضنا نعملوا كل شيء خليوا القرآن جانبا هاوشي اللي بغى يبان يسيب لا لأجل الكذب اللي مأهل مرحبا اللي ما مأهلش يرد باله واش كيقول واخ خربقت الورق الرئيس رجعوا لنا واحد المساله فحال كانت بالنسبه لكم كان هو واحد قولوا العهد كان عهدكم مع المواطنين هو البرنامج الحكومي على ما اظن جيتو عهدتو الناس اننا غادي نكونوا في مستوى التسيير غنهضروا على كلشي لانه هو واخا يكون برنامج المحلي كيختلف على البرنامج الحكومي ولكن كيبقى العمق هو هضرتو كنتو كتهضروا على اصلاح التعليم ها تقول لي ونعشيط انا هذا ماشي حنا جماعه لا انا نجيك بواحد الجانب خاص عليكم بالله الرئيس كيفاش كتشوفوا
الحالات التعليم المدارس التعليم اللي عندنا وهاد فلدات الاكباد المواطنين ديالنا سكان طنجه الوليدات ديالهم كيفاش كتشوفو مساكن كيفاش كيقيلوا في ديك البيبان ديال المدارس وصبحوا مستهدفين سيد رئيس المافيا اللي المخدرات على شكل حلوى هكذا كالي جان عاود عندكم اللجنة غنهتموا غير بالحيوان وغير عملوا غير الشماع مع الأولياء التلاميذ وخفية السياسة أسيدي غنعملوا غنبهوا لنا الناس غازولوا هذا الخطر على المواطنين وكتحملوا فيه مسؤولية كتشوفوا هادشي وكتعيشوا أجنبوا هذا الجيل اللي طالع عايب الله هو الأمان حنا دوزنا حنا صافي حنا بالحدور هوادين هذا دورنا الدور الجماعة ما تجردوش منه ما تقولوش إلا حنا مع لا 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 كنتحملوا فيه مسؤولية أولا فيه التلامذ يمكن التلامذ ما مهم ماشي ما دخلاش في السياسة يمكن تشجيع على التشغيل حتى هو كان في البرنامج ديالكم الى زيد نفس في الجبايات بشي طريقه اللي هي غير حكيمه ضربنا التشغيل كونوا متاكدين العشوائيه في اتخاذ القرارات في هذه المسائل هذه كنضربوا التشغيل شنو التشغيل محاربه الفقر والهشاشه والو سيد الرئيس ما كانش عندكم برنامج في الجامعه ان داخله ما واخا تقول لي ما دخل داخله مادام عندك اللجنه ديال الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه تعنى بهذه المسائل هذه كجماعه ما عندك حتى شي بصمه حتى شي دفعه في هذه المجالات فقط دخلت السيد رئيس وقيته غير في ما عرفتي انا كتلتزموا المكاتب ديالكم بزاف ما عرفتي علاش ما الرئيس خرجوا عند الناس خرجوا راه مدينه والرئيس كتمشي شي بالبيرو قالوا عندنا موظفين عندك كفاءات خرجوا السيد رئيس غير يعملوا سياسه الله يجيكم التيسير حنا بغينا الناس يعرفوكم الرئيس والله العظيم اللي كنا دخلنا واحد الميكرو تروطوار كيسقسيو العمده والله ما كيعرفوك الناس كيقولوا ما كنعرفوش سيعرفك السيد رئيس واش تبقى كبير ومنعتي المواطنين ممنوع مواطن يدخل عندك علاش 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 سيد وسع خاطرك دخلتي لديك الجامعه تستقبلنا اسيدي عمل السياسه عندك تقول حنا ضدك لا ماشي ضدك يا الرئيس احنا مع الجماعه احنا مع المواطن بغينا المواطن يحس بالجماعه ديك الاب الروحي يفكنا المشاكل تعزيز الحكمة الجيدة شنو شفنا فيها يا شمن حكمة سيد رئيس الله يرحمكم دولي شمن حكمة يا الله اعطيونا هاد الحكمة ملي دخلنا شاركنا معكم في العدالة والتنمية وحنا كنسميو هاد المصطلح والله ما شفنا ما والو ما شفنا ما كاينش الوقت اما الوقت ما كانش كافي ما كنظنش يا سيد رئيس الناس راه في شهر كيعملوا العجائب الغرائب والحكمة وقيل لكم دون أن الحكمة الجيدة الحقيقية هو الرئيس اللي كيتقاضى شي أجر على شي مهمة سأديها كما يجب شي لا أدي لا عملنا هادي غنكونو بصح حققنا الحكمة الجيدة تخلص من هادي ترشح وزيد هادي ترشح وزيد هاديك الرئيس اللي جبتو جديد على اللي دازو كنا كنعيبوه على الرئيس قال لا الرئيس ما خصوش يكون رئيس ومستشار او برلماني لا الرئيس كاملين بكم طلعتوا للغرفه الثانيه ولا طلعتوا للبرلمان الله يزيدكم والله القاسم انا كندعي يا ربي تبقاو هايده على طول ولكن ما تقولولناش حنا جبنا شي حاجه جديده ما جبتو والو السيد الرئيس مغاربة دار الوقماء ستبقى على حالها خلينا نتعايشوا هيدا مع بعضنا ما خرقوش في فتنة احنا قابلين عليكم
ها ما تطعنوش، ما تبقاوش يتبينوا المغاربه ان يا اخرين كحل يا اخرين حاشا الاسلام ما نعرفش نيهم. لا صافي، غير اللي جا يخدم وما يبان على حتى واحد، ما نقذفوش في الناس، ما نبانوش اننا احسن من ديك الناس. لا هذيك امان دي صار رئيس، نتوما زيتوه نتوما بغيتوه. مجلس السابق شاهدوا الاخوان تنازلا على الرغبه المواطنين، الغلاء الفاتوره، معاناه، اقتطاعات، السخط، عملوا درجوع، تقولوا كانوا كيعملوا سياسه. اسيدي غنى وعملوا سياسه، واخا اسيدي خلي يعمل سياسه وخليته تشوفي غيوصل، هو بغى اسيدي يفك مع نتوما. لا ما نديرش غتبقى حق، لا ما نخلصكش. ايوا الرئيس نهار اللي قلنا لكم نعلو الشيطان، هاد الميزانية اللي عملتو 2019 راه كان فيها الخلل. ها تعملو لنا لما كتلي وليد لما المعلم وحنا غير قنعونا، شرحو لنا قنعونا، ما كنفهموش حنا هاد السياسة، ما قلنا ما كنعرفوش نعملوها. لما غنلوي وليد، لما غنطرطقو اليد، حتى حنا نعملو يد معاك. ها لما شرحو لنا، إلا كان شي عدوم نضامنو معاكم، نمشيو معاكم، ماشي غير نلويوها الرئيس تبارك الله عنا ونطرطقوه، ولكن ما وريونا هذا العدو، ما عرفناش، ما شفناش، قدرتو عليه شكون ما نعرف، ما كنفهموش حنا، تشرحوا لنا، حنا ناقصين العلم عليكم. لكن ديك الشيء اللي عملتوه، غتأذيو مدينة، عباد الله راه مجهود كبير باش طنجة رجعت هكذا، حنا ما كنلاحظوش الفرق حيت حنا ساكنين فيها. والناس جات طنجة داخل تلفت وتلفو تلفو تلفو عباد الله، وحنا الله يا الرائد النظافة والدو ما قدرش زعما ما قدرتيش، لا قادر قادر ما بغيتيش تخلق المشاكل في المدينة، غنهربو المستثمر، وهذه مفهومة ما حتى شي نشرحها. عندك السيد رئيس اقتطاع على المصلين ديالنا، نتاكدوا من المعلومه، لان الاقتطاعات اللي كتقولوا كتقولوا دي الاحكام من الاحكام هكذا، الميزانيه هذه كانت هي نتي الله مليار و800، فين هو؟ سمعنا 15 مليار في هذا العام، سمعنا شي كان ما ما علاش ما فهمناش، ما كان شي ما داكشي اللي كتبينوا ان جهاز كتحركوا مع الرئيس. ارحم والديكم، دوزوا معنا الصح الرئيس، دوزوا معنا المعقول، الله العظيم لنا الناس مدمرة سيد الرئيس، السكينة ما قبلهاش عليها، واخا تقولوا لنا عندكم 62000 الرئيس، إلا بغاو الرئيس يزيدكم 28000 الله يجيب لهم التيسير. الرئيس ديهم والله ماشي أغلبية مطلقة، ديهم مجلس كامل، والله ما عندنا مشكلة، واش غنبقاو بالجوع الرئيس؟ كتسرعوا معانا كتحاربوا معانا، واش زعما معانا ما ناكلوه؟ جينا لهنا الرئيس كنخسروا فلوسنا الرئيس، عندك تكون غلط. احنا اللي كنعملوا الاعمال الاجتماعيه ضرب الصحه الراي كنضربوا على الجيب، اما كنجمعوا فلوس لا عند جمعيات ولا ولا، كنعملوا لله سبحانه وتعالى، لوجه الله كيعرف حتى واحد، حتى العمل مع ربي غندخلو في البرنامج ونقولو كلشي عرفو كلشي تصور به وكلشي كذا. لا ما 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 غنخرجوش الرئيس، انا الكلمه ديالي باقه طويله، ما عرفتش واش غنزيد نوقف. اذا الى كانت الكلمه باقه طويله غادي نضطروا نتوقفوا في الجلسه، وغادي نرجعوا غدا ان شاء الله في 3 صافي رفعت الجلسه. شكرا.